يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل لا يصلي الصلاة الصلوات، وعند ركوبه في سيارته يشغل المسجل على الأغاني بصوت عال، فقمت بالدعاء عليه والتحسب عليه، فقال لي أحدهم إنه لا يجوز لك أن تدعو عليه، وإنما أدع له بالهداية، فما الصحيح في ذلك؟ نعم، هذا هو الأحسن، أنك تدعو له. أول شيء تنصحه وتخوفه بالله، ثاني أن تدعو له بالهداية. نعم.